أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد لفروض المرحلة الثانية أو الفرد الثاني للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الرابع، هنشوفوا نموذج للفرد الثاني الدورة الأولى مادة التربية الإسلامية للمستوى الرابع. النموذج على شكل PDF هتلقاه في الوصف. إذا نبدأ السؤال الأول على بركة الله. التزكية، استظهر على أستاذي صورة من الصور التالية: عبسة وصورة نبأ وصورة ليل. إذن السؤال الثاني: أتمم كتابة الآيات التالية من إلى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق إلى فما له من قوة ولا ناصر. إذن استظهار كتابي، حاولوا تكتبوا بدون أخطاء إملائية. إذن حاولوا استظهروا هذا الآيات. إذن بالنسبة لهذه الآيات: وما أدراك بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إذن ننتقل مباشرة إلى السؤال الثالث: ما الصورة التي أخذت منها هذه الآيات التي كتبتها وما عدد آياتها وما نوعها؟ إذن طبعا عندكم جواب، هي الصورة هي صورة الطارق. إذن نكتب صورة الطارق. إذن بالنسبة لصورة الطارق عدد آياتها 17. إذن هنا نكتب 17. نوعها مكية أم مدنية؟ مكية. إذن نوعها فهي صورة مكية، صورة مكية. إذن هذه معلومات تتعلق بصورة الطارق. ننتقل للسؤال الثالث: استخرج من كل آية اسم الله الحسنى المناسب. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ إذن هنا اسم من أسماء الله الحسنى هو الخالق. إذن اكتبوا الخالق. خلق الإنسان، خلق له اللسان والعينين واللسان والشفتين. إذن الخالق، إنه على رجعه لقادر. إذن اكتبوا القادر، إنه على رجعه لقادر. بديع السماوات والأرض. إذن البديع. إذن كتبنا كل آية، كتبنا الاسم الله الحسنى المناسب. إذن خالق، القادر، البديع، بديع السماوات والأرض. ننتقل للسؤال الرابع: اذكر أربع نعم ذكرها الله في سورة عبس. إذن وصببنا الماء صبا، إذن نعمة الماء. إذن نكتب أول حاجة نعمة الماء. إذن كذلك بالنسبة إنبات النبات الذي نأكل منه، إنبات النبات الذي نأكل منها، الذي نأكل منها إنبات النبات الذي نأكل منها. إذن كذلك البساتين الخضراء من الفواكه. إذن البساتين الخضراء من الفاكهة. إذن البساتين الخضراء من الفاكهة. البساتين الخضراء من الفاكهة. كذلك إنبات العنب والنخل. وإذا إنبات العنب والنخل، إنبات العنب والزيتون والنخل، العنب والزيتون والنخل والزيتون والنخل والنخل. نعم، هذه النعم كنعمة ماء، إنبات النبات الذي نأكل منه، البساتين الخضراء من الفاكهة، إنبات العنب والزيتون والنخل. إذن الاقتداء والاستجابة والقص والحكمة. والسؤال الأول: أجب بصحيح أو خطأ. إذن ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما، هذه معلومة صحيحة. إذن نكتب صحيح. إذن شو الجملة الثانية: تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لحادث شق الصدر في صغره. نعم صحيح، ليطهر الله قلبه. إذن صحيح. شو الجملة الثالثة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختلي في غار حراء لينام. خطأ، بالعكس، بل ليتأمل ويتدبر في خلق الله وكونه، وأن لهذا الكون خالق. إذن هنا خطأ. إذن اكتبوا خطأ.
نشوف الجملة الرابعة. إذا بالنسبة للجملة الرابعة عندنا حفظ الله، حفظ الله ورعايته لا يستوجبان الشكر خطأ، بل يستوجبان الشكر وحمده على نعمه. إذا شكر الله دائما على نعمه حتى لا تزول النعم. إذا حفظ الله ورعايته يستوجبان الشكر الكثير. إذا هنا خطأ، نكتب خطأ. إذا نمشي السؤال الثاني، هنا أقرأ وأجيب. إذا أول حاجة نقرأ وضعية، تعرض علي لإصابة في يده فطلب منه الطبيب عدم استعمال الماء لمدة أسبوع، ولما أراد أن يصلي وجد صعوبة في الوضوء. إذا السؤال ألف، بماذا تنصح أحمد ليحافظ على صلاته؟ أنصحه بالتيمم لأن عنده عذر. إذا أنصحه بماذا؟ أنصحه بالتيمم، أنصحه بالتيمم. نعم. إذا نشوف سؤال باء، بالنسبة للسؤال باء، ما هو التيمم وما هي فرائده؟ إذا التيمم طهارة ترابية تقوم مقام الوضوء، وبالنسبة لفرائده النية، الضربة الأولى بالصعيد الطاهر مسح الوجه، الضربة الثانية مسح اليد على المرفقين. إذا نكتب بعد التعريف الأول، إذا التيمم طهارة ترابية تقوم مقام ماذا؟ مقام الوضوء، تقوم مقام الوضوء. إذا كتبنا التعريف، إذا التيمم طهارة ترابية تقوم مقام الوضوء. ننتقل بالنسبة للفرائض، إذا كتبوا مباشرة الفرائض. إذا الفرائض كاين النية، إذا كتبوا النية الضربة الأولى كاين النية الضربة الأولى، كذلك إذا بالنسبة النية الضربة الأولى، إذا بماذا؟ بالصعيد الطاهر، إذا بالصعيد الطاهر، بالصعيد الطاهر، كذلك بعدها مسح الوجه، مسح الوجه. إذا بالنسبة للضربة الأولى، نمشي للضربة الثانية على الصعيد الطاهر، الضربة الثانية وبعدها ماذا؟ مسح اليد على المرفقين، مسح اليد على المرفقين. إذا بالنسبة هذوما فرائد ماذا؟ فرائد التيمم. ننتقلوا سؤال جيم، إذا سؤال جيم، لون بالأزرق سنن الصلاة. إذا سنن الصلاة قراءة آيات قرآنية بعد سورة الفاتحة، كنية الركوع التشهد نوم تقيل تكبير الإحرام قول سمع الله لمن حمده قراءة الفاتحة. إذا نحن نشوفوا غير سنن الصلاة، إذا قراءة آيات قرآنية بعد سورة الفاتحة من سنن الصلاة. إذا بالنسبة، إذا كذلك قول سمع الله لمن حمده، إذا قول سمع الله لمن حمده، وكذلك التشهد. إذا هذوهما بالنسبة لسنن ماذا؟ سنن الصلاة، إذا قراءة آيات قرآنية بعد سورة الفاتحة، التشهد، قول سمع الله لمن حمده. إذا ننتقل السؤال الثالث، أقرأ وأجيب. بينما كان خالد وأحمد يتجولان في الشارع، طلبت منهما عجوز فقيرة مقعدة أن يساعدها على عبور الطريق بكرسيها المتحرك. رفض خالد مساعدتها مجيبا إياها بالسب والشتم، لكن أحمد عارضه في ذلك وأقدم على مساعدة العجوز والتمس من خالد الاحتضار وقام بمساعدة هذه الأخيرة. إذا ألف، من توافق الرأي، أحمد أم خالد؟ إذا أوافق من؟ أوافق إذا بالنسبة خالد وأحمد. بالنسبة كانت واحد المرأة عجوز فقيرة مقعدة، رفض خالد مساعدتها ولكن أحمد وافق. إذا أوافق من؟ أوافق أحمد. إذن أوافق من؟ أوافق أحمد. أوافق أحمد. إذن نقول لماذا؟ لأن هنا البدل والعطاء، إذن من شيم، إذن أحد تعبير بسيط، لأن البدل والعطاء
من ماذا؟ من شيمي، من شيمي، من شيمي من؟ من شيمي المؤمن، من شيمي المؤمن الذي يجب عليه مساعدة الناس، الذي يجب عليه مساعدة، عليه مساعدة، مساعدة من؟ من يعني مساعدة المحتاجين، المحتاجين، المحتاجين من أجل الفوز. إذا وافق أحمد، إذا باش يبان لكم هنا وافق أحمد، لأنه يجب علينا مساعدة المحتاجين من أجل الفوز بمرضاة الله، من أجل الفوز بمرضاة الله، بمرضاة الله. إذا كتبنا فقرة صغيرة تعبر عن الموقف الصحيح. إذا سلينا سؤال ألف، نشوف سؤال باء. اعطي نصيحة أخرى لخالد حول المساواة بين الناس. إذا الإسلام هو دين العدل والمساواة، لذا لا يجب أن نميز بين الناس في المعاملة. إذا فقرة بسيطة. إذا الإسلام هو دين، الإسلام هو دين، هو دين العدل والمساواة، والمساواة، لذا يجب، ولا لذا لا يجب، إذا لا يجب، لا يجب التمييز، إذا لا يجب التمييز بين الناس، ولا لا يجب أن نميز، أن نميز بين الناس في المعاملة، بين الناس، بين الناس في المعاملة، المعاملة. نعم، إذا الإسلام هو دين، إذا الإسلام هو دين العدل والمساواة، لذا لا يجب أن نميز بين الناس في المعاملة. ننتقل السؤال جيم. استشهد بحديث أو آية قرآنية على ضرورة مساعدة الفقراء والمحتاجين. إذا تحاولوا إما تكتبوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو آية قرآنية من القرآن اللي كتدل على ضرورة مساعدة الفقراء والمحتاجين. إذا بالنسبة لنا صدر بآية قرآنية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. بهذا نكون سلينا التصحيح ديال هذا النموذج. نتمنى لكم تكون شكرا وإلى اللقاء.